حسب المصادر الإسرائيلية فإن هنالك قتيل إسرائيلي، جندي إسرائيلي قد قتل نتيجة هذه الهجوم من قبل المسيرة اللبنانية، وهنالك ما تزال 4 حالات في المستشفيات الإسرائيلية متنوعة والتي تم نقلها إلى عدة مستشفيات، وذلك من قبل الإسعاف الإسرائيلي. العدد وصل طبعا إلى 39 إصابة، جزء منها كما تحدثنا 3 إلى 4 حالات خطيرة جدا، ولكن الآن يتم الحديث حول مقتل جندي إسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أيضا بأنه سوف يفتح تحقيقا لماذا لم يتم إسقاط هذه المسيرة. الجيش الإسرائيلي يريد أن يعرف كيف المنظومة الخاصة بالدفاعات الجوية فشلت في اعتراض هذه المسيرة رغم معرفته بوجودها وبتحليقها وبمسارها، ولكنه فشل في ذلك. وأيضا ما زال التحقيق سوف يكون حول لماذا لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في داخل القاعدة العسكرية. لماذا هذا التطور لافت سامي؟ لأننا نتحدث أنه هذه المعركة كان من المفترض دائما أن تكون بين مواقع عسكرية ومواقع عسكرية، وعلى الأقل في بداياتها كانت تحمل هذا الرمز، وإن كان الرمز طبعا في بداية أقصد في العام الماضي، يعني عندما كنا في 7 أكتوبر من عام 2023، ولكن رويدا رويدا بدأت العملية تحمل صبغة مدنية، تحديدا في الأيام الماضية والأسبوع الماضي عندما تم استهداف الضاحية والبقاع والنبطية، وبعد ذلك استهداف مناطق مثل حيفا وصفد بشكل مباشر للمناطق المدنية. ولكن الآن تأتي الضربة بالعسكريين، وهذا طبعا يؤثر على نفسية الجنود. يعني معسكر للجيش الإسرائيلي للتدريب يتم استهدافه بمسيرة معلوم بأنها تحلق ودون إنذار ودون أن يكون هنالك احتياطات بهذه المسألة، وهذا يعني بأن هذه المنظومة، منظومة المسيرات التي من المفترض بأنها بدائية على الأقل ويمكن اصطيادها، ليست سريعة كالصواريخ، ومع ذلك تفشل. وهذا نذكرنا في بداية حديثنا هذه الليلة عندما تحدثنا بأن أيضا الجيش الأمريكي لا يثق بمنظومة حيتس لاعتراض الصواريخ الإيرانية، وهذا يشكل الآن ثقلا سياسيا وعسكريا داخليا على الجهاز العسكري الإسرائيلي في موضوع الدفاعات الجوية بهذا الفشل. وهذا ثاني فشل عسكري، الفشل الأول كان بالمسيرة العراقية، وهذا طبعا ما أعلن، لربما هنالك مسيرات عديدة ضربت المعسكرات ولكن لم يعلنوا ذلك. وعموما سامي هم غير مضطرين أن يعلنوا، يعني الجيش الإسرائيلي غير مضطر يقول الإعلام بأنه تم استهدافه في مسيرات للمعسكرات الإسرائيلية.